بسم الله الرحمن الرحيم. بعدنا بالسيربرال هيمسفير، بعد ما خلصنا الداينسفيلون راح اجي على التلنسفيلون، فاخذ جروس ابيرنس اوف ذا سيربرال هيمسفير، اللي خلي بالك بين قوسين التلنسفيلون شنو اشوف. فبالبدايه كاخذ كجغرافيا اقسمه او اشوف شنو الفيتشرز اله كجروس ابيرنس. سيربرال هيمسفير لارجست بارت اوف ذا برين، اتفقنا عليه احنا، موجود وين؟ بالانتيريا كرينيال فوسا، بالميدل كرينيال فوسا، بالكونكافيتي اوف ذا سكال. تمام، انا باعتبار عندي تو سيربرال هيمسفير رايت اند ليفت، فراح اقسمهم شنو؟ اقسمهم بلونجيتودينال سيربرال فيشر، هذا اللي هو الميديالي، حتى اقسم رايت والليفت سيربرال هيمسفير بواسطه لونجيتودينال سيربرال فيشر. لونجيتودينال سيربرال فيشر هذا شنو؟ هذا يقسم للرايت والليفت سيربرال هيمسفير، اللي شنو موجود هذا الفيشر، شنو موجود بيه؟ موجود بيه الفالك سيريبري، موجود بيه الانتيريور سيربرال ارتري. زين، هاي هو كومبليتلي، يعني هذا فيشر كومبليتلي؟ لا، موجود بيه ايضا الكوربس كالوزم اللي يربط الرايت والليفت سيربرال هيمسفير. يعني انا التو سيربرال هيمسفير ما مقسومات كليا، لا، اكو كونكشن بيناتهم عن طريق شنو؟ الميجر بارت اوف ذا كونكشن اللي هو كوميشنال فايبر اللي هو الكوربس كالوزم. تمام، اذا انا عرفت هنا عندي ميديال او مو ميديال او لا ميديان، اسمه لونجيتودينال سيريبرال فيشر. هنا هذا الفيشر، هذا الفيشر شنو موجود بيه؟ موجود بيه الفالك سيريبري، وموجود بيه الانتيريا سيريبرال ارتري. بالديبث اوف ذا فيشر، بالعمق لهذا الفيشر، اجي القي الكوربس كالوزم، الكوربس كالوزم اللي يربط الرايت والليفت سيريبرال هيمسفير. تمام، بعد عندي فيشر اي، عندي فيشر هوريزونتلي يعني كانه مستعرض. هذا الهوريزونتال فيشر اللي يفصل بين السيريبرام عن السيريبيلم، يفصل المخ عن المخيخ، اللي موجوده بيه التنتوريوم سيريبيلي. شنو اسمه هذا الفيشر؟ اسمه ترانسفيرس فيشر او هوريزونتال فيشر. زين، هذا البرين انا عندي راح يكون عندي فولد وسلكس. ليش تكونت؟ لان انا عندي هذا البرين المفروض طوله، اذا افرشه المفروض عندي 6 متر تقريبا، 6 متر، فهاي 6 متر خليها براسك انت، ايش كبر راسك؟ ما ادري ايش كبر راسك انت، فخليه كل هذا 6 متر جيبه براسك. فايش تسوي؟ كانه عندك ورقه، هاي اللي قدامك ورقه، ايش كبرها؟ فايش تسوي؟ طعجها، من تعقجها تصير بقد شف ايدك، راحت اليد، بينما هي ايش كبرها؟ اذا تخلي ايدك، اذا تفرشها اكبر من ايدك. فايش تسوي؟ انت عقجتها، فمن عقجتها صغرت المسافه، فهذا البرين المفروض هنا السيرفيس اريا المفروض كبيره، فايش تسوي؟ بس راس صغير، السكال محدوده، فصارت بها فولدد، فصار عندي هاي الفولد اسمها، او هاي الطيه اسم راح اسميها فولد، اللي هو نفسه الجايروس، هاي الفولد اللي هو نفسه الجايروس، وهذا الاخدود او الشق هنا راح اسميه سلكس، اللي هو كانه فيشر اسمه سلكس. اذا جايروس وسلكس حتى تزيد السيرفيس اريا. شلون انا اخذت النيزال كافيتي؟ قلت لك عندي سوبيريور وانفيريور وكونكي وميدل كونكي، هاي الكونكي حتى زود السيرفيس اريا، حتى ما يصير خشمك كبير، حتى صغير وحلو، فشنو زودت؟ سويت كونكي، سويت رفوف. فهنا ايضا مسافه، ما اريد البرين انه ياخذ مسافه اكبر، فاعقجه، اسوي بي فولد وجايروس. افتهمناها؟ افتهمناها. السيربرال هيمسفير راح اقسمه الى مناطق، اقسمه الى فرونتال حسب البون اللي موجود هنا، فرونتال بون، بارايتال حسب البون هنا الموجود بارايتال بون، تيمبرال حسب البون اللي موجود تيمبرال بون، اوكسيبيتال حسب البون اللي موجود اوكسيبيتال بون. فبشنو اقسمهم؟ اقسمهم بسلكس، عندي سنترال سلكس، عندي بارايتال سلكس، عندي لاترال سلكس، عندي كالكراين سلكس، هذول اللي يقسمون البرين. كأنه عندك منطقة وأقسمها، مدينة أقسمها إلى مناطق، مثلا حي المعلمين، حي الضباط، حي الأندلس، حي الموظفين، هاي مدينة كلها أقسمهم بشنو؟ شوارع رئيسية اللي هي السلكس، سنترال سلكس، بارايتال سلكس، العفو لاترال سلكس، بارايتال أوكسيبيتال، كالكراين سلكس، هذول كلهم راح أشوفهم.
فاذا المين سالكاي ورسل ساي اللي يقسمون المدينه كانه سيربرال هيمسفير مدينه اقسمه الى مناطق. فعندي سنترال سالكس اول واحد سنترال سالكس اللي هو هذا سنترال سالكس اللي هو جريت امبورتنت سالكس. ليش جريت امبورتنس؟ لان قدامه اريا او جايراس اللي هي بري سنترال جايراس اللي يكون موتور جايراس اللي يسيطر على الجهة الثانية من الجسم كفولنتري، وبعد ايضا جايراس اسمه بوست سنترال جايراس هذا يكون سنسري اللي يجي سنسيشن من الجهة الثانية من الجسم. يعني اذا هذا رايت تيجي سنسيشن من الليفت، واذا هذا نفسه الجايراس رايت راح يروح الموتور الى الجهة الليفت. منو قسمهم؟ قسمهم سنترال سالكس، هذا سنترال سالكس راح يكون انتيريور تو ذا سنترال سالكس شنو؟ فرونتال لوب. بوستيريور تو ذا سنترال سالكس شنو؟ بارايتال لوب. زين هذا سنترال سالكس. بعد سالكس اكو رئيسي، يا اكو سالكس رئيسي اسمه لاترال سالكس، هذا اللاترال سالكس بدايته من الانفيريور سيرفيس، من الانفيريور سيرفيس ويجي على اللاترال هنا الى شورت ستيم، بعدين ينقسم الى انتيريور هوريزونتال ريموس، anterior ascending ramus، posterior ramus. فهذا lateral sulcus راح يكون anterior and superior الى frontal lobe، superior and posterior to the lateral sulcus parietal lobe، inferior to the lateral sulcus temporal lobe. هذا منو؟ هذا lateral sulcus. بعد عند sulcus يكون 5 سنتيمتر من posterior pool، يعني هنا شويه من عنده اشوف على السوبريال سيرفيس اسمه بارايتو اوكسيبيتال سالكس، ويمتد على الميديال سيرفيس. اكثر شيء اشوف على الميديال سيرفيس هذا بارايتو اوكسيبيتال سالكس اللي يكون انتيرير الى شنو؟ بارايتال لوب، بوستيرير تو ذا سالكس من اسمه بارايتو اوكسيبيتال راح يكون بوستيرير الى الاوكسيبيتال لوب. وهنا انفيريرلي ايضا عند الكالكراين سالكس اللي بدايته من نهايه الكوربس كالوزام أبورد راح يلتقي ويا البارايتو أوكسيبيتال سالكس أكيوت أنجل زاوية حادة ويستمر بوستيريرلي اللي هو منو؟ هذا الكركراين سالكس. كأنه حتى يفصل لي التيمبرال لوب عن الأوكسيبيتال لوب، كأنه جزء من عنده يفصل التيمبرال لوب عن الأوكسيبيتال لوب. إذن هاي المين سالكاي. هسه انا عرفت كمناطق، عرفت هاي فرونتال شلون عرفتها؟ قلنا انتيريور تو ذا سنترال سالكس. عرفت هاي البارايتال شلون عرفتها؟ قلنا بين السنترال وبين البارايتو اوكسيبيتال سالكس. عرفت هذا تيمبرال لوب شلون عرفتها؟ قلت انفيريور تو ذا لاترال سالكس. فخليني كل لوب من ذولي هم اقسمه. هاي منطقه مثلا، قلنا هاي منطقه حي المعلمين مثلا، كلها هاي مدينه، هاي حي المعلمين، حي الموظفين، حي الضباط، حي الاندلس، كلهم ذولا مناطق قسمتهم شوارع رئيسية. المنطقة نفسها هم بيها شوارع. فخليني أخذ الشوارع مع المنطقة مالتي اللي أنا بيها. مثلا هسه الفرونتال لوب هنا شنو بي سالكاس؟ بي ثري سالكاي أو ثري سالساي. هنا سنترال قدام سنترال سالكاس، هذا سنترال سالكاس قدامه سالكاس اسمه بري سنترال سالكاس، بري سنترال سالكاس. وأيضا سالكاس ثاني فوق اسمه سوبريور فرونتال سالكس، وسالكس جوا اسمه انفيريور سنترال سالكس. هذا انفيريور سنترال سالكس مو اللي تلقاه عدل، يعني انت تخيله هذا سنترال سالكس انفيريور فرونتال سالكس. فراح يقسم لي الفرونتال لوب الى فور جايراي اللي هو بري سنترال جايراس يكون بين من وبين من؟ بين السنترال وبين بري سنترال سالكس، هذا اسمه بري سنترال جايراس. سوبريور فرونتال جايراس يكون سوبريور تو ذا سوبريور فرونتال سالكس. ميدل فرونتال جايراس يكون بين السوبريور وبين الانفيريور فرونتال جايراس سالكس، وانفيريور فرونتال سالكس انفيريور فرونتال جايراس يكون انفيريور تو ذا فرونت انفيريور فرونتال سالكس
inferior frontal gyrus يكون inferior to the inferior frontal sulcus. دخنا من كثر السلكسات والجايراسات. بعدنا بالبداية للدخون سهلات، هسه نرجع نلخصهن. اذا هذا انا خلصت من الفرونتال لوب، ايش كم سلكس سويت؟ بي 3. شنو وش اسمهم؟ واحد بري سنترال وواحد سوبيريور وواحد انفيريور. هاي 3 3 سلكا. ايش كم جايراس؟ 4، واحد بري سنترال جايراس، واحد سوبيريور وميدل وانفيريور فرونتال جايراس. خلصت من التمبرال لوب الفرونتال لوب. اجي على اليمين على البرايتال لوب، هذا البرايتال لوب راح اخلي بيه تو سلك تو سلساي اور تو سلكاي، واحد خلفه وموازي للسنترال سلكاس راح اسميه بوست سنترال سلكاس، واحد يقسمه اسميه انتر برايتال سلكاس. فراح اقسمه، راح يصير عندي بما انه تو سلكاي راح اقسمه الى 3 جايراي اللي هي بوست سنترال جايروس، وقلنا هذا كأنه هذا راح يكون سنسري سنسري إلمن للجهة الثانية زين، وأيضا سوبريور بارايتال سلكس وإنفيريور بارايتال سلكس. الاسم الثاني يقول لك هذا أكبر من السلكس، خلينا نسميه لوبيول، سوبريور بارايتال لوبيول وإنفيريور بارايتال لوبيول. منو قسمهم؟ قسمهم إنتر إنترا بارايتال سلكس. إذن أنا خلصت من شنو؟ من البرايتال لوب. أجي على تيمبرال لوب، هاي المدينة مالتي، هاي المنطقة مالتي، مو المدينة، المنطقة هاي كلها مدينة، هاي المنطقة مالتي مثلا حي المعلمين، راح أقسمها أخلي بها شارعين رئيسية، واحد اسمه سوبريور واحد اسمه ميدل تيمبرال سلكس. فراح يقسموا لي المنطقة إلى ثلاث أفرع، هنا هذا اسمه سوبريور تيمبرال جايروس، وهاي ميدل تيمبرال جايروس اند انفيريور تيمبرال جايروس. منو قسمهم؟ قسمهم السوبيريور والميدل تيمبرال سلكس. تمام. اوكسيبيتال لوب اللي هو سمول اند بيهايند ذا بارايتو اوكسيبيتال سلكس، نرجع له، هذا الاوكسيبيتال لوب، هذا اللي هو بيهايند بارايتو اوكسيبيتال سلكس، هذا جزء صغير اللي يحتوي لي على الاوديتري كفاكشنال اريا، على الاوديتري اريا، هنا على الاوديتري اريا. زين يا ابو زين، تعال على الميديال سيرفيس اوف ذا انفيريور سيرفيس اوف ذا سيربرال هيمسفير، ميديال اند انفيريور. ميديال هنا شنو عندي؟ ميديال عندي كوربس كالوزم، اكو فوقه سلكس اسمه كالوزال سلكس، سلكس ثاني هنا موجود ايضا سنجوليت سلكس، سنجوليت سلكس بين الكلوزال سلكس وبين السنجوليت سلكس عندي جايروس اسمه سنجوليت جايروس، سنجوليت جايروس. ايضا عندي مناطق هنا بعد، عندي مثلا برا سنترال لوبيول، عندي كيونياس، عندي بريكيونياس اريا، هذا اني ما مطلوبات انك انه تفاصيل، خلاص بس نعرف انه كلوزال سلكس سنجوليت جايروس وهذا سنجوليت سلكس على ميديال سيرفيس. بعد شنو شفت؟ شفت البرايتو اوكسيبيتال سلكس، هذا البرايتو اوكسيبيتال سلكس، وشفت الكالكاراين سلكس، هذا على الميديال سيرفيس. تمام عيني؟ تمام. على الانفيريال سيرفيس راح اشوف عندي هنا، عفوا، عندي سلكس على الانفيريال سيرفيس، هنا سلكس تمام. هذا السلكس هنا اسمه كولاترال سلكس، كولاترال سلكس، هذا نفسه هنا كولاترال سلكس. وايضا عندي سلكس ثاني اسمه بارايت اوكسيبيتو تيمبرال سلكس، اذا على الانفيرير سيرفيس شفت تو سلكاي اور سلساي كيفك انت، واحد اسمه كولاترال سلكس والثاني اسمه اوكسيبيتو، من الاوكسيبيتال على التيمبرال، اوكسيبيتو تيمبرال سلكس. فراح يقسمونها الى 3 جايراي، هذا الجايروس اسمه بارا هيبوكامبال جايروس، البارا هيبوكامبال جايروس اذا امشي ويا بوستيريرلي راح يتحول اسمه لينجوال جايروس،
يعني كأنه لينجوال جايروس موجود بين الكالكراين سلكس وبين الكولاترال سلكس. البرا هيبوكمبال جايروس داعم شوية انتيريرلي راح يسوي التيرن هنا مثل الخطاف هوك لايك اللي هو الانكس مثل الخطاف هنا اسمه الانكس. اذن السلكس اللي اشوفه هنا كولاترال سلكس واوكسيبيتوتيمبرال سلكس. اوكسيبيتوتيمبرال سلكس الجايروس اللي اشوفه برو هيبوكمبال جايروس. برو هيبوكمبال جايروس استمروا يا بوستيريرلي راح يكون اسمه لينجوال جايروس، انتيريرلي راح يسوي لي الانكس. تمام. السلكس الثاني اللي سميناه برايتو اوكسيبيتال سلكس اللي بينها تو جايراي، هذا الجايروس نفس الاسم راح ياخذ بس يكون ميديال، ميديال اوكسيبيتو تيمبرال جايروس، وهذا يكون لاترال اليه، لاترال للسلكس هذا الاوكسيبيتو تيمبرال سلكس، واسمي لاترال اوكسيبيتو تيمبرال سل جايروس، لاترال اوكسيبيتو تيمبرال جايروس، هذا على الانفيريال سيرفيس. تمام يا ابوي؟ تمام. خليني نحاول نرسمها، نلغي هاي، نجيب لنا واحده جديده، دونت سيف، نجيب لنا واحده بس لا شفت البرامج مالتي. تمام. قلنا احنا راح نقسم السيربا هيمسفير، ارسم هذا السيربا هيمسفير كانه هذا السيربا هيمسفير. قلنا عندي سلكس رئيسي اللي هو هذا سميته سنترال سلكس. تمام يا عيني؟ تمام. وعندي سلكس ثاني اسمه لاترال سلكس، هذا اللاترال سلكس اللي يبدي من الانفيريال سيرفيس لاترال سلكس. وعندي سلكس ثالث اسمه بارايتو اوكسيبيتال سلكس، هذا البارايتو اوكسيبيتال سلكس. وعندي الكالكراين سلكس من الميديال سيرفيس. اذا ارسم هنا نحاول ما صار. هذا الميديال سيرفيس، هذا البارايتو اوكسيبيتال سلكس، وهذا الكالكراين سلكس كانه، خلينا نقول هذا الكوربس كالوزم. هذا الكوربس كالوزم. تمام يا عيني؟ تمام. هذا الميديال سيرفيس وهذا اللاترال سيرفيس. فهذا عندي السنترال سلكس، هذا البارايتو اوكسيبيتال سلكس، وهذا اللاترال سلكس، وهنا عندي الكالكراين سلكس. السنترال سلكس اللي قدامه انتيرير الى راح يكون فرونتال لوب، هذا الفرونتال لوب. بين السنترال سلكس وبين البرايتال سلكس، البرايتو اوكسيبيتال سلكس عندي تيمبرال لوب، البرايتال لوب العفو، البرايتال لوب تحت الانفيريال، تحت اللاترال سلكس راح يكون عندي تيمبرال لوب، خلف البرايتو اوكسيبيتال سلكس عندي الاوكسيبيتال لوب. فهاي اللوبس اوف ذا برين. تمام. خليني اقسمهم اللوبس هاي، خليني اقسمهم هاي كلها المدينه قسمتها الى فرونتال بارايتال اوكسيبيتال تيمبرال مناطق، اتفقنا حي المعلمين حي الاندرس حي الضباط حي مدري شنو. تمام. المنطقه راح اقسمها، فهاي سنترال فرونتال لوب راح اقسمها بثري سلكاي. عندي هنا واحد اسمه بري سنترال سلكس، وهنا واحد اسمه سوبيريور فرونتال، وهنا واحد اسمه انفيريال فرونتال سلكس. فراح يصيرون اقسمهم هاي 3 سلكاي، هاي 3 سلكاي راح تقسمها الى 4 جايراي. هذا الجايروس هنا راح يكون اسمه بري سنترال سلكس باعتبار قدام سنترال سلكس، وقلنا هذا سنسري لو موتور، قلنا هذا كفانكشن الى موتور يسيطر على الجهه الثانيه opposite side of the body كموتور سنسيشن كفولنتري او كموتور سنسيشن للجسم الجهه المقابله. شنو اسمه؟ اسمه بري سنترال جايروس موتور اريا. المنطقه الثانيه اللي هي هاي اللي هي سوبيريور اسمها فرونتال سلك جايروس، جايروس هاي جايروس بري سنترال جايروس مو سلكس، هذا السلكس، هذا السلكس عافية. هاي المنطقة الثانية اسمها ميدل فرونتال جايروس، هاي المنطقة الثالثة اسمها انفيريور فرونتال جايروس. تمام خلصت من شنو؟ خلصت من الفرونتال. اجي على البرايتال،
البراتل قلت ايش كم سلكس عندي اثنين عافيه واحد هنا واحد شلون لون تريد هذا تدله واحد هنا خلف السنترال شنو اسميه اسميه بوست سنترال سلكس واحد هنا اسمه انترا برايتل سلكس فايش كم جايرس راح يكونون عندي ثلاثه هذا اسمه بوست سنترال سلكس بوست سنترال هذا بوست سنترال سلكس صح بس اريد الجايرس شنو اسمه اسمه بوست سنترال جايرس مثل ما سميت هاي بري سنترال جايرس هاي اسمها بوست سنترال جايرس وهاي المنطقه اللي فوق هنا سوبريير اند انفيريير برايتل لوبيول مو لوب الكبير اللوب ولا جايرس اللي هي صغير كلش الجايرس فاخليها بيناتهم لوبيول مصغر للوب سوبريير اند انفيريير برايتل لوبيول شنو اللي قسمهم قسمهم انترا برايتل لوبيول انترا برايتل سلكس تمام تمام هسه عرفنا شنو البرايتال اي عرفت عندي سلكس خلف السنترال فاسميه بوست سنترال سلكس وعندي سلكس انترا برايتال سلكس فراح يصيروا عندي بوست سنترال جايرس سوبيريور اند انفيريور برايتال لوبيول تمام تعالي على التيمبرال على التيمبرال لوب تيمبرال لوب قلنا عندي اللي هو اللاترال سلكس يبدي من الانفيريور سيرفيس من هنا يبدي هاي بدايته ويستمر لهنا فهذا شورت ستيم بعدين يستمر هنا فاول اول برانش راح ينطيني او اول سلكس راح ينطيني اول فرع اسمه انتيرير هوريزونتال وعندي انتيرير اسيندينج وراح يستمر لي كانه بوستيرير ريمس هاي منين استمروا من اللاترال سلكس من اللاترال سلكس هذا اللاترال سلكس زين تيمبرال لوب اللي انفيريور الى راح يكون تيمبرال لوب تيمبرال لوب راح اقسمه الى اخلي بيه تو سلكاي واحد فوق اسمه سوبريير وواحد هنا اسمه ميدل فشنو راح يقسمونها الى سوبريير وميدل وانفيريور فرونتال مو فرونتال سوبريير وميدل وانفيريور تيمبرال جايرس السوبريير هنا كفاكشنالي يحتوي لي على الاوديتري اريا اوديتري اريا هنا هاي المنطقة اللي بين الاسندينج وبين الانتيرير هوريزونتال هاي المنطقة كفاكشنال اريا موتور سبيتش اريا هنا هنا موتور سبيتش اريا يعني انا شلون احرك لساني شلون احرك الفارنكس واللارنكس بحيث انتج الصوت الفارنكس جاب الصوت اللارنكس اقصد بي حتى انتج الصوت هاي الموتور سبيتش اريا وهاي الاوديتري اريا الموتور سبيتش اريا كانها موجودة وين على فرونتال لوب بينما الاوديتري اريا موجوده على التيمبرال لوب على السوبريير تيمبرال جايرس تمام تمام اذا انا عندي على التيمبرال تو سلكاي سوبريير اند ميدل راح ينقسم الى سوبريير وميدل وانفيريور تيمبرال سلكس تمام اذا اجي على الانفيريور سيرفيس احاول نرسم هنا كانه هذا الانفيريور سيرفيس كأنه هذا الانفيريور سيرفيس كأنه هذا الانفيريور سيرفيس هذا كأنه اللاترال سلكس هذا اللاترال سلكس اللي بعدين طلع هنا فهذا الفرونتال لوب اللي قدامه حتى لو تخيله ما يخالف ما شلون ما كان هذا الانفيريور سيرفيس قلنا هنا عندي سلكس وهنا سلكس تو سلكاي هذا السلكس اللي سميناه شنو كولاترال سلكس راح يكون ميديال الى الباراهيبوكامبال جايرس الباراهيبوكامبال جايرس امشي ويا بوستيريرلي راح شنو يكون عندي اللينجوال جايرس انتيريرلي شنو راح يكون لي الانكس جايرس تمام الانكس وخلاص مو الانكس جايرس انكس هذا منو هذا الباراهيبوكامبال جايرس اللي يكون ميديال تو كولاترال سلكس عندي هنا سلكس ثاني اسمه اوكسيبيتو تيمبرال سلكس عافية عليك راح يكون ميديال الى سلكس ولاترال الى سلكس فالميديال الى اسمه ميديال اوكسيبيتو تيمبرال سلكس واللاترال الى يكون اسمه لاترال اوكسيبيتو تيمبرال سلكس لاترال اوكسيبيتو تيمبرال سلكس جايرس لا اله الا الله هذا الاوكسيبيتو
تيمبرال سلكس راح يكون ميديال الى اوكسيبيتو تيمبرال جايروس ولاترال الى لاترال اوكسيبيتو تيمبرال جايروس. تمام عيني؟ تمام. هاي على الانفيريور سيرفيس. وهذا قلنا شنو؟ هذا اللاترال سلكس اللي يستمر هنا، هاي شورت ستيم بعدين يستمر هنا. هسه انا عرفت كمواقع على الميديال سيرفيس هنا عندي هنا سلكس اسمه فوق الكوربس كلوزا، فشنو اسميه؟ اسميه كلوزال سلكس. وهنا ايضا هنا سلكس ثاني اسمه سنجوليت سلكس، سنجوليت سلكس. بيناتهم جايرس هنا اسمه سنجوليت جايرس، سنجوليت جايرس هنا اسمه سنجوليت جايرس، هذا جايرس اسمه سنجوليت جايرس اللي راح يستمر هذا الميديال سيرفيس اوف ذا سوبيريور فرونتال جايرس. وهنا راح يكون عندي المنطقه اللي هي اتفقنا عليها البارا سنترال لوبيول، وهنا منطقة البريكيونياس، وهنا منطقة الكيونياس اللي بس قلنا أسماء، بس قلنا أسماء ما طبينا بتفاصيل. بارا سنترال لوبيول، بريكيونياس أريا، كيونياس أريا. وهذا السلكس شنو اسمه؟ اسمه البارايتو أوكسيبيتال سلكس. أشوف على الميديا سيرفيس. هذا السلكس شنو اسمه؟ اسمه كالكراين سلكس. عافية عليك. شوية نتذكر شوية. ميخال شوية شوية وإلى ما يصير هواية. هسا أنا عرفت ك مناطق البرين كسلكس والجايرس، واقدر كل جايرس اسميه وكل سلكس اقدر اسميه. تمام تمام. هاي شنو تفيدنا؟ هاي انا هيك قسمته هاي حتى تفيدني بعدين من اقول لك البلد سبلاي، بعدين اشرح لك البلد سبلاي. اقول لك عندي ارتري اسمه انتيرير سيربرال ارتري يغذي هاي المنطقه، الانتيرير سيربرال ارتري يغذي الميديال سيرفيس سلك هاي المنطقه، هاي anterior cerebral artery اللي يمشي بالكلوزال سلكس يغذي منطقة الميديال سيرفيس، وياها شنو الميديال سيرفيس اوف ذا سيربرال هيمسفير، وياها السوبيريور فرونتال جايروس. هاي ياخذها من وين؟ هاي ياخذها الانتيرير سيربرال artery. اقول لك بعدين اقول لك عندي artery اسمه ميدل سيربرال artery، الميدل سيربرال artery هذا راح يبدأ الانفيريار اللي راح ياخذ شويه من منطقه الفرونتال هنا على الانفيريار، وشويه من منطقه التيمبرال على الانفيريار، وياخذ هاي المنطقه كلها اللي بقت، اللي بقاها من هو اللي بقاها راح ينتهي الشحن، اللي بقاها الانتيريا فرونتال ارتري، انتيريا سيربرال ارتري، انتيريا سيربرال ارتري صار بعد يمشي الشحن. زين هاي المنطقه يغذيها من هو الميدل سيربرال ارتري، كل هاي المنطقة يعني يغذي جزء من التيمبرال وجزء من الفرونتال وجزء من البرايتال انتيريا سيربرال ارتري. اقول لك ارتري عندي اسمها بوستيريور سيربرال ارتري، بوستيريور سيربرال ارتري راح يغذي هاي الانفيريا سيرفيس، هذا الانفيريا سيرفيس راح يغذي من هو البوستيريور سيربرال ارتري، ويغذي هاي المنطقة اللي بقت هنا اللي هي الاوكسيبيتال لوب، هاي كلها يغذيها من هو؟ يغذيها البوستيريا سيربرال ارتري. فهاي المناطق حتى انا عرفت هسه، عرفت الارتري اللي يغذي المنطقه، وعرفت كل سلكس وكل جايرس وكل منطقه شلون سميتهم. تمام تمام. حتى البلاد سبلاي نرجع لها بعدين، هسه خلص الشحن شوفون قدامكم فارجع لها بعدين، بس المهم هسه انت عرفت توبوغرافي جغرافيا للسيربرال هيمسفير، شلون قلت سنترال سلكاس، شلون قلت لاترال سلكاس، شلون قلت برايتو اوكسيبيتال سلكاس، شلون قلت كالكاراين سلكاس، ووزعت السلكاس البقيه والجايرس البقيه. فهنا هاي الموتر اريا سميتها، وهاي سنسري اريا، وهاي اوديتري اريا، وهاي الموتور سبيتش اريا، وهنا عندي المفروض الفيجوال اريا، وهنا عندي المفروض على اللاترال سلكاس البوستيريور ريماس هنا منطقه اسمها الموتور سبيتش اريا، هنا العفو مو موتور سنسر سبيتش اريا، هاي الموتور سبيتش اريا وهاي سنسر سبيتش اريا. سنسري يعني اني شلون اترجم الكلام او اتحسس الكلام او افهم الكلام، مثلا واحد يحكي انجليزي انا اترجمه ببالي عن طريق هاي المنطقه، بعدين ارسله للموتور سبيتش اريا حتى تحوله هي بالعربي، احكي انا بالعربي هيك يعني اقرا انجليزي واحكي بالعربي. لها علاقه، لها كونكشن ويا الفيجن، ولها علاقه ويا الكونكشن ويا الاوديتري، حتى خاف اني اسمع احوله الى موتور، احوله الى كلام،
او خاف اني اقرا احوله الى موتور الى كلام، فالها كونكشن منطقه معقده جدا. فبس اعرف مكانها، هي هاي المنطقه اللي هي اسمها السنسر سبيتش اريا، وهاي الموتور سبيتش اريا كمكانات. شكرا جزيلا.